النهاردة كده راح نلعب لعبة المدرسة الشريرة يا جدعان. نزل فيها تحديث جديد يا جدعان، هنعمل فيها مقالب وحركات واكشن، واللي بيحب المقلب المدرسة الشريرة يا جدعان خلينا نوصل الفيديو ده لسبعين الف لايك ونخش ونبتدي باول مقلب هيتعمل في المدرسة الشريرة. خش يا ابو اللزريز. اوكي عندنا اول مقلب يا جدعان، مقلب الطيارة. خلينا بس جاهزين. اوكي بنحضر يا جدعان المفاجأة للمدرسة. يلا شوف المقلب النهاردة عامل ازاي. بتحضر لنا ايه يا مصيبة؟ يا مدرسة يا خلبوصة. وعمالة تضحك يا جدعان، شكلها نوينا على شر. يا ترى يا هل ترى مخبيانا يا خلبوصة؟ استني بقى نخش هنا يا جدعان وحنشوف طريق نعدي بيه ونوصل بيه للمدرسة. ثواني بس يا عم التعليمات، سيب ابو اللزريز خلاص بقى في المقالب للمدرسة هيظبطها، بس ربنا يستر يا جدعان ما تمقلبناش احنا اول ناس. نفتح بقى الباب خلينا نشوف. طيب الادوات هنحتاج دي يا جدعان. يلا خلينا دلوقتي ونشوف نطلع نظر. طلعت بره، والله طلعت بره يا جدعان، اقعد عند البسين. طب والله يا مصلحه انا تلعب رياضه يا جماعه عشان تنزل الكرش. ها واكله انت ومتغذيه بقى. هو 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 شكل القطايف عامله عمليه عمايلها يا جماعه. خد يا ولا جليج، عايزين ناخد كمان. انا بس نخش يا جدعان ولا بنشاف ولا بندير احسن. والله وفاني طالع في نفس المكان ده. ايه التاريخ رخامه، سيبينا بقى نمشي ونخلص يا مفطريه. اوكي 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 النهارده حاله. اوكي 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 يا جماعه مش شايفه قدامي وانا بفرت الباب. والله يا جماعه خلاص ابو اللزريز بقى مقلع. اوكي خلصنا يا جدعان، جمعنا الحاجه قاعده بتريح بره هتفرج على مسلسل. خلاص يا شيخ بقى. اوكي لسه 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 عايزين نشوفك ده المكان الاستراتيجي نهرب منه. رجع تاني للمطبخ وحكايتك رايحه جايه رايحه في ايه؟ مره طايف مره كنافه. خلصنا المحشي نطلع على الكرنب فيها يا جماعه. 24 ساعه في المطبخ. مين منكم يا جدعان مين زيي؟ الكاميرا دلوقتي في التعاد، خلينا نشوف كم واحده وكم واحده يا جدعان 24 ساعه قاعدين في المطبخ. انا ولا جليك ومبطلش اكل بلفل في المطبخ. خلينا يا جدعان نشوف ايه بعد كده. والله جالي تعليمات هنا تقريبا في حاجه هنا صح. استنوا بقى استنوا عشان ايه ابو اللزريز بدا يتشتت. يعني بتريح تحت خليك انت مع نفسك. خلينا يا جدعان نشوف بقيه الحاجه. نفتح هنا. شكلنا كده هنتروق يا جدعان في قنبله. اوكي طب استني بقى عشان المدرسه الرخمه دي. انا في بس الباب ولازم نشتغل صح يا جماعه. في طريق من هنا بيديني زي علامه، في حاجه هنا هنقدر نستخدمها هتساعدنا. مش قلت لكم ايه دي بقى؟ استنى استنى خدها خدها خدها. تمام خدناها يا جدعان. طبعا دي هتساعدنا يا جدعان في حاجه، نقدر نفك شفره القنبله لان اكيد مش هنفتحها كده هتودينا باي باي. يلا كمل خلينا نشيك في البيت. اي ورقه وجايه فين دي؟ اوعى تكون جايه عند القنبله يا جماعه. انا القنبله والمدرسه. اقعدي تحت يا اختي، خضتيني يا اختي عامله قلق. اوه الله عليك يا ابو اللجليك. اقرا بقى بيقول لك عشان توقف القنبله بيقول لك اقطع السلك. ثواني 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 اللي هو واخد لون اسمه ايه ده؟ السما يا جدعان في الغروب. اوكي يعني اللون الاحمر المفروض. يا رب يا رب اكون طلعت صح. تخيل يا جدعان اجابها غلط. طيب يا ابو اللزليز وحشت يا بطل. هو ده صح؟ يا رب. ايوه الله عليك دي في وسطي يا ابو اللجليك لك. هناخد بقى دي. حلو ناخد دي تاني. بس كان بيقول لك سويتش. حلو هنعمل يا جدعان سويتش للفواكه. محتاجين ننزل تحت مره ثانيه؟ ما عارف يا ابني انا بتشيك ايه. نزلوني المطبخ. اجري يا ابو اللزليز. والله شكلها هترن على النهارده. أصلاً عمال أخش في الترابات. توتر يا جماعة. أوكي نزلنا على المطبخ حلو. عايزين ندخل بقى على التلاجة ونشوف الكلام. يلا. هناخد دي يا جدعان. أوكي وهنحط دي بدلها. يب وبعد كده عشان نخليها نفس اللون.
مية مية ابو اللزرس والله يا استاذ. اوعى تفرق، اوعى تكون بعيد. الحمد لله احفظك يا رب. خلينا بقى يا جدعان نحط تقريبا ده. يا رب ما تيجي المطبخ يا جدعان. ايوه خليكي بره بقى، اعملي شوبينج مع نفسك، سيبينا في حالنا الله يسهل لك. ايوه الله عليك ظبط. ناخد بقى البتاعه دي. اوكي خدناها كده. المفروض يا جدعان العمليه متظبطه. الله ما عارف، خلينا بس نطلع من اول من هنا نروح. ايوه العب الرياضه. ها 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 يلا خليك في كرسي. لمين شمال يلا فوق. ايه نزل الكرسي يا اخي. افتح هنا. عايزين نروح انا اوضه، الاوضه اللي هناك يا جدعان. يب فين مكان القنبله؟ انتوا فاكرينها يا جماعه؟ انتوا مذاكرين اكتر مني. هنروح و هنحط تقريبا دي، وبعد كده يا جدعان هنعمل دي كده المفروض. يا رب تكون كل حاجه صح يا ابو اللذيذ. وبعد كده هناخدها، وبعد كده هنحط دي بدلها. اوكي نقدر نقفلها زي الفل. والله العمليه ظبطت يا جدعان. هنعمل سويتش، لازم ننزل بسرعه تاني مره. اوتوماتيكي اوتوماتيكي نغير البتاع يا جدعان الكيكه ونسيب لها المفاجاه. هترقوها دلوقتي. صبرك علينا يا مدرسة يا شريرة. يلا يلا يلا. اتحشرت ولا ايه؟ اتحشرت يا لهوي. يلا يلا بسرعة انزل انزل انزل. اجري ورايا والله. هنلعب مساكة. انزل انزل يا رخم. يا نزلنا. نزل نحط الحاجة فين التلاجة؟ اوكي اوكي بسرعة بسرعة اجري. اجري يا ابو اللجن اجري. نفتح دي ونحط بقى الحاجة. سلام. بقول لك رانا واي رانا واي يا ابو اللجليك ما توقفش. مين نفسه في كيك يا جماعه؟ ياكل ويتروق. ها المقلب جاي للمدرسه، عايز تروق معاها خش يا زايد. بس ايه رايكم في مقلبي يا جدعان؟ شفتوا؟ شفتوا يا جدعان؟ دلع وحركات. احنا نقعد بقى نراقب المدرسه عقبال ما تدخل على المقلب يا جدعان. لو انتوا لسه جداد معانا بس حفظتيكم، هتلاقوا الزرب الاحمر تحت، دوسوا عليه بسرعه قبل ما تتقلب، قبل ما تتمقلبوا من المدرسه. حولونا الرصاص عشان تنورونا في القناه باذن الله. يلا يخش على المقلب يا مدرسه. يا رب يكون ظبط. ايه ده؟ واحده واحده. ايه بتبلعي؟ ايوه احنا ما بنحبش الكيكه. اخر كيكه هتاكلوها. شوف 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 كرشام. اه يا غطاره. ايوه شفتوا كده هتخضري بينا. مع السلامه. يا سلام الطياره خدتها، خدت الشر. يلا بقى يا جدعان جاهزين للمقلب الثاني. احنا لسه هنظبطك، لسه لسه احنا كنا بس بنسخن يا جدعان. وخلينا نلعب المقلب اللي بعده. اوكي ايه 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 شوكولاته تحتفل يا جماعه. في تكييف ورا كمان. Look at this! It's melting. معلش يا اخت شنسحت شوية خلاص. ده احنا هنخليها لك دلوقتي بايظة. شغلت التكييف يا جدعان عشان تخلي الشوكولاتة ما تسيحش يا جدعان. هو اللذاليز موجود. صيح حالك دلوقتي اصبري. يلا يلا يا جدعان ننطلق. خلاص يا رخام. دي هنحتاجها يا جدعان. ثواني. يب هات ابو اللزاليز. اي حاجه قدامنا يا جدعان مفيده هناخدها. ثواني نشوف ده كمان. بس ناخد ده يا جماعه. اوكي تحط تراب هنا يا مفتريه. وفي ايه؟ وناخد ده كمان يا جدعان هيفيدنا. وناخد ايه تاني يا ابو اللزاليز؟ خليك انت في الرياضه بتاعتك. تقريبا يا جدعان في حاجه هنا كمان. ايوه هي دي اللي عايزينها. 100 100 زنقت معاك يا اخت تلعب رياضه هنا؟ وهتكون موجوده يا جماعه تبقى مصيبه. هتبقى شفت انا هتروق. يلا بقى جامب يا جدع، جامب يا كابتن. اوكي خلينا نخش. انا عايز اروح يا جماعه ناحيه ناحيه اهو اهو التكييف. اهو التكييف يا جدعان والله. زي الفل. طب خلينا نبص كده سريعا في المنطقه دي هنا في حاجه. ثواني ثواني عشان ابو اللزاريس بدا يتوتر يا جماعه. انا دخلت جوه الحيطه. انت جاي في خليكي قاعده في المطبخ. اهو التكييف. ثواني بقى في حاجه يا جدعان علمت عندي، فخلينا ابص كده اشيك.
الله والله كنت عندي احساس. طب هنعمل ايه الاول؟ هنفك ده تقريبا؟ لا. طب نجرب ده؟ لا. والحكايه النهارده حلقه لا. لا لا يا ابو اللجليك. اوكي ربطناه وبعدين خلينا نشوف. لا لا اوكي. لا 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 المحلول. ايوه حد الضحك يا جدعان. يلا الله لا خليك. شلت انا الله كنت هتمسكنا تطحن يا جماعه. الحسرة اللي خدته والله يا ساتر. استر فين البتاع؟ والله انا بحتاس يا جماعة. كل شيء نوض البتاع تر تر تر. وتقريبا في حاجة هنا بس انا فوتها غصب عني يا جماعة. خلينا ندور. طيب يا رب بس ايه ما نكونش احنا ماشيين في السكة اللي لقيناها تبقى مقلب. ثواني نطلع من هنا ابو لازاريس. حلولي اخينا اهو نايم. نايم يا كركورة احنا هنقلبك. يلا ها ايوه هات بقى اهو. اه محتاجينها دي يا جدعان. محتاجينها ضروري لزوم المقالب يا جماعه. واحنا عايزين نطلع كابتشي في سن مسخنا هنا يا جدعان. تتلقوا ما تكونش طالعه منه بس الرخمه. يلا ايوه جامب جامب. يلا مش قاعدة؟ خينا نايم يا جماعة مستكنص. استنى كابتشي احنا تلزمنا المخدة دي معلش. ايوه زي الفل. عايزين بقى نعمل ايه يا ابو اللجليك؟ عايزين يا جدعان نستخدم البتاعة دي. ثواني تشوف لها تنفع تحطها هنا. ايوه خليك انت ايه اقعدي فكري كده وزقططي مع نفسك. والله انا شكلي تهت ولا يا جماعة. يلا افتح. والناحية التانية الناحية التانية يا جدعان وقفنا الشبابيك المفترية. والله شكلها اللي هتمقلب النهاردة يا كركورة. خليك المدرسة فوق. طب مش تقولي يا شيخة من بدري وسيبني عمال الف والعب مع نفسي مساكة. الله قلة أدب. روح 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 يا وحش. أنا لفيت الماب كلها يا جماعة. والله لفيت. شيخة روحي بقى أنت هتخبطينا ليه؟ استنى فين المكيف؟ المكيف نطلع. طيب من هنا كده انا عشان شكلها والله هترندنا علقه ملهاش اي ستي لازمه. خلينا نرجع مره ثانيه قريب من المكان اللي موجود فيه الحاجه. يلا خش 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 من الشمال يا ابو اللجليك. ايوه انا ماشي كده صح. لا شفتني ازاي يا جدعان؟ لا لا اتحشرت. ابدا ايوه كنت هترن علقه. حرام عليك يا شيخه. بس فينا نظبط المقلب بقى اللي مش هيتظبط في اليوم الاخضر ده. احنا كده كده يا جدعان لازم نستنى لغايه ما تمشي. المفروض اخش المطبخ. مش عارف اخش ازاي والله مكبره. يلا كموره انت حتى انا بتكمبري. ايه ده شفت ازاي؟ اجري اجري يا ولا اجري يا ولا دريز. الله يوفقني يا جدعان. مش هي دي المفروض هي خست ولا ايه؟ انا اللي بتخيل يا جماعه. ايوه اهم حاجه ما تشوفنيش. ايوه خلص يا جدع انا عايز البتاع دي. ايوه انت بس شكرا شكرا. بس 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 هات بقى دوره. يب اخيرا لم 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 الغله. لمينا الغله يا جدعان. روح بسرعه خليها على السلم. سيبك منها. ايوه بقول لك ايه تظبط مع هذا المقلب. اقوى مقلب في الجد يا جدعان. راح روقك اصبر عليا. حط 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 بص الشكلات تكليم هتسيح وهتطلع لك ريش نعام كمان. يلا المفروض نعمل في دي كده. ايوه شيل 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 انجز. حلو رن 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 رن. اجري اجري بسرعه 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 بسرعه. اجري يا ابو اللجليك. المقلب ظبط يا جدعان. مبروك علينا. يلا مع السلامه. احلى مقلب في المدرسه. شوف هتعملي في الشيكولاته. شيكولاته نقعد نغني لها بقى يا جماعه. يلا غني لها في التحت. شيكولاته شيكولاته المدرسه دي شيكولاته. نعم شوكولاتة السياحة يفتح التكييف الذكي عشان ينشفها. يا لهوي يا جدعان المدرسة تبعت لي تريش للبكرة. يلا يا جدعان جاهزين للمقلب الأخير. هيكون مقلب شرس في المدرسة. اصبري بس علينا. اوكي خلينا يا جدعان نشوف بس هتعمل الأول عشان نبدأ بعد كده نقدر نتحرك على أساسه. فرانسيس start digging holes to hide the eggs in.
And don't stop till I say so. Okay. I need to make a map so that I can get to all the eggs first. هتعمل خريطة يا جدعان؟ Francis, what on earth? اوكي يبقى انا اللي فهمته يا جدعان في خريطة وفي شجر يبقى في كنز يا جدعان. في كنز مدرسة مخبياه. ايه ده؟ وفي كلب يا جماعة. والله في كلب. لول ده بيقعد ده ولا ايه؟ لا 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 الكلب بيعض يا جدعان. يا نهار بطاطس يا ابو اللذيذ هنعمل ايه؟ كلاب كمان يا مدرسه غداره. والله الكلب يا جدعان شارد حيله. كده خلي بالك كتير يا جدعان الكلب بيعضعض وشكله هيظبطنا. طب انا هعمل معاه ايه؟ مفيش بيت هنا ليه؟ والله في بيت هناك يا جدعان. اوكي يبدا مخ ابو اللذيذ يشتغل بقى. يا طلع تفوق. طب والله مصلحه نشوف اي حاجه يا جدعان في الثلاجه ناكلها له. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. وفي نفس الوقت يا جدعان مش مجرد اكل بس، هو اكيد مش هيصاحبنا. خلينا بس نشوف كده سريعا لان موجود. يا سلام. تشوف ايه تاني يا جدعان؟ آه مش اكيد مش هاكل تورتك. جبت اكل الكلاب يا جدعان، ده اللي هيفرق كتير. خليك انت في الحمام. اعمل الشاور بتاعك بسرعه، ولا بتشف ولا بنديل. تخيل افتح عليها في وشك يا جدعان تبقى مصيبه. كيكي مع نفسك. حلو 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 يا جدعان، جبنا منوم. تعالى يا كلب انت. ها كلب غدار انا اوكي. وهنرجع يا جدعان هناك عند الشجر نبص بصه كده سريعا، لان السوسه هي شكلها مخبيه الكنز هناك. بس خلينا بس نتعامل مع الكلب يا جدعان الاول عشان ده عامل لنا مشكله، وتقريبا طالما هو كده يبقى معاه حاجه يا جدعان. فخلينا نطلع بس بسرعه بالزريز. يلا جم 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 جم. طلع لي الرخمه مش خاصكم يا جماعه. خليك انا قفل البتاع بتاعك بس بينا في حالنا بدل الكلب بيعضنا النهارده. نحط له الاكل بتاعه يا مسهل. يلا نحط له المنوم بتاعه بس. هنقدر نجيب المفتاح يا جدعان من الكلب لما ياكل من المنوم. طب المدرسه الرخمه والكلب انتوا الاثنين في ايه النهارده؟ انا خليها تضحك يا جماعه. يلا يلا كلنا نضحك يا جماعه. يلا بس 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 بره ابو اللذيذ بقى والمدرسه. ها يلا يلا مع نفسك. يلا مع نفسك بقى، خلينا يا جدعان تضحك وتنبسط وتنشكح. ما الناس دعوه يا ابو اللذيذ، نفضل ماشيين زي ما احنا. بص الخبيثه بتلف من الناحيه الثانيه ازاي عشان تغدر بيا بعد كده. يلا يلا فين مكان الشجر يا جماعه؟ وانا انا لفيت الماب كلها. اهو الحفره. يا سوسه الله الحفره يا جدعان، وشكل الكلب اكلها ونام. ثواني. الله معلمك الكنز بتاعك هنا شقيه. اوكي عايزين ندور يا جدعان على مكان الكنز. الكلب نام ولا لسه؟ ايوه يا رب. رخم رخامه. ايوه. يا حبيبي صباح العسل. هات ده انت عرفتني يا جدع. عايز يقضني والله يا جدع، عايز يقضني. نط خلص انت كمان بقى جمب. اوكي نفتح الباب. الله عليك يا ابو اللذيذ، والله اسطوري يا جدعان. اهي الخريطه اخيرا. هنعمل كده كده. حلو حلو حلو. نمشي بسرعه للمدرسه ما تيجي يا جدعان. خلينا نقفل بس الباب وخلي الكلب ينام. احنا غنينا اغنيه نامي يا كلبوبه. يلا نخلع احنا. نوم العوافي. مع نفسك يا معلم. هطلع بره يا جدعان ومبروك علينا المقلب اللي ظبطناه ده. حته مقلب هتحرم توبه. بعد كده تعمل حاجه ثانيه بس كده. خلينا نقمبر هنا. نقعد بقى نتفرج على المقلب يا جدعان مع بعضينا. رايحه 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 يا جدعان. نقدر نقول مبروك. رايحه للاوضه دخلت. اوكي هتشوف الخريطه. Something doesn't seem right here. ازاي يا جدعان اتكشفنا؟ انت هتستهبلي، انا عاملها لك مظبوطه. يلا يا جدعان نصلح الاخطاء اللي احنا عملناها. فالمفروض هنعمل كده كده كده. يا رب يا رب تكون اتظبطت يا رب. ماشي يلا يلا يلا. خلي الكلب نام يا كلبوب. خليك انت مع نفسك انت. احلم بالعظم يا حبيب. ايوه ايوه. لا 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 لا. ايه ده وقعت؟ ايه اللي حصل يا جدعان؟
المهم يا جدعان المقلب ظبط وكسبنا المدرسه الشريره اخيرا يا جدعان مقلبناها صح. طبعا يا جدعان هقف لحدنا. لو عجبكم الفيديو تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا تشتركوا معانا في قناه الانستغرام معانا. مستني رايكم في مجموعه المقالب اللي عملناها النهارده. اشوفكم في رجاء فيديو جديد مع اي سي تي يوب جيمنج. سلام. وحشتيني يا مسمس، بقالنا كتير ما عملناش مقالب فيكي. استني بقى المقالب اللي هتشوفيها النهارده احلى مقالب في العالم. طبعا يا جماعه محبين بقى المقالب والمدرسه الشريره احلى لايك يا جماعه عشان اظبطها لكم النهارده. النهارده محضر لها مفاجآت وصدمات. خلينا نشوف بقى المدرسه هتقدر تستوعب اللي احنا هنعمله فيها النهارده ولا لا. خلينا ندوس هنا اوكي، نجمع شويه الكوين من اولها. يعني يا جماعه دخلني على الجيم يا جماعه. طبعا يا جماعه نخش هنا سريع سريع ونشوف بقى النهارده هنحضر لها انه مقلب. يا سلام، ما لعبناش يا جماعه الشابتر المميز ده. ممكن نخش عليه، بس قبل ما نخش خلينا نشوف بس طيب حظنا في عجله الحظ. يا مسح، ها لف كده لفه سريعه ظبطنا كده بشويه كوين وشويه دلع. نخش كده ايه واحنا متحمسين. ارسي بقى على ميايا. هي مره طورت كده ليه يا جماعه؟ شكل الموضوع كبير، بقى لنا فتره بقى فلك نظبطه. ايوه ايوه يا سلام، ده بيحتفل بينا النهارده. اوكي جالنا كيك، دوس اوكي، خدنا احلى كيك. طبعا نقدر نتفرج على حاجات تانية، على اعلانات عشان نقدر ناخد اكتر واكتر. طبعا في هدايا ولا مش مشكله، مش تفرق معانا كتير يا جماعه، احنا كده كده جاهزين. تعالى يا مسمس خش على السبيشال يا جدعان مش ملاحظين الطقم بتاعها والوقفه بتاعتها والرجلين زي ونس دي. اوكي شكلها هي مظبطانا واحنا هنظبطها. يلا عندنا تراباتنا حركاتنا، مش معناش غير 25 كوين. هحاول يا جماعه اشتغل عليهم بحيث اقدر اظبط موضوع الكوين ونبتدي في اول مقلب. انت بتتكلم مع الرجلين ولا ايه؟ الله 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 الله، شفتنا راح تفتن بتكلمها في ودنها. يا لهوي تجاينا اجري يا ولد ريز. اوه مسكتها عشان بتتجسس عليها والرجل بتفتن. اه يا رجلي يا فتانه جالك يا ولد ريز تفتني عليه. اوكي خلينا يا جماعه نركز دلوقتي. احنا جيف ميس تي عبيت مي اوكي باد فريند. والله ما فاهم يا جماعه، خلينا بس نقرا التعليمات. وريني وريني، لان احنا اولا محتاجين مساعده. ليتس تيتش ميس تو ليس ويست. انت بتقول ايه يا جدع؟ هنعلمها يا جماعه الدرس. فيند ذا موتور سو وي كان ميك. حلو، يبقى احنا عايزين ندور يا جماعه الهدف بتاعنا هو الموتور. خلينا نشوف ايه تاني بعد الموتور. حلو، والمفك هيكون مفيد. ممتاز 100 100، شكرا ليك على المساعدة. كده يا جماعة عرفنا اللي فيها، خلينا نبدأ نتحرك. أنا عارف المفك في الأغلب بيكون موجود في المكان بتاع القبو. إيه ده البتاع اللي بتطير دي؟ إيه ده؟ يا راجل والله بيقتلنا كذا سبايدر مان. الله 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 الله، تعملي يا جدجودة؟ أه جدجودة دي يا مسمس ولا أنت اسمك إيه؟ أوه يا جماعة نقدر يظبطنا ويجيب لنا الحاجة لحد عندنا أحلى دلع. ما تجيب يا عم البتاع، أنت مش عايز تستنى ولا إيه؟ خلينا نفتح طيب المكان. هو كده كده جابه لنا، بس انا ايه احب القي النظره يا جماعه. تمام خلينا نشوف توي تو جيت. اه عايزين ندور على لعبه عشان نقدر نفكها. خلينا اطلع 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 اطلع، يا رب بس ما تكونش المسمس مقنبره. دوروا معايا على لعبه يا جماعه، عايزين نشوف اللعبه. فين قط قط العفاريت؟ خلي بالك خلي بالك يا عم، عفريتي مسكت ولا حاجه؟ المدرسه مالها ملجلجه ولا ايه؟ تقريبا يا جماعه. ايه ده؟ قاعد انت برنس شناخك انت عم السكريتور. والله ربنا يستر يا جماعه ما يصحناش فجاه. دور انت اللي عايش حياتك انت مع نفسك، كمل في بيت الاوض. اها دي اللعبه اللي بيتكلم عليها. حلو نستخدم بقى المفك يا جماعه، نشيل بقى الحاجات الدقيقه دي عشان نقدر نسحب منها البطاريه او الماتور. اخدنا الماتور الصغير. تمام نقدر بقى نستخدم الماتور دلوقتي زي الفل. خلينا نكمل. تقريبا هننزل تحت عشان نظبط المسمس. هو فين البتاع ده؟ اول رجلين هنا اهي. هي المدرسة في مالها يا جماعة؟ والله ما عارف. ايه ده مين ده اللي متعلق؟ في واحد هنا متروح. العصفورة اللي بتطير دي والله الإعلان يا جماعة بيلف في الماب كلها. ما خلاص يا عم خلينا نحط هنا اوبن كفر. اه محتاجين نفتح ده الأول. اه شوف ونحط لها الماتور الثلج. شايفين عمود الكولا قاعد مكمبر. حلو نحط بقى الماتور كده على السريع بيرفكتو ونرجع كل حاجة زي ما كانت. اه لازم اشغلها الاول. طب استنى استنى استنى، هو بعيدا عن التشغيل هو في كده حاجه ناقصانا. طب استنى يا جماعه خلينا نشوف طيب التعليمات.
ممكن يفيدنا بحاجة. يو كان ماشي استخدمنا البطارية ماشي واحنا خلصنا جبنا البطارية اوكي. طب خلوكوا يا جماعة فكروا معايا عايزين دلوقتي اوكي خلينا ننزل البطارية. طيب احنا كده ركبنا الموتور. يا لهوي على الكحل الرعب ده مين ده سبايدر مان ده ولا ايه؟ خلينا ناخد طيب النجمة. هي بطاريات مية مية خدنا احلى بطارية نكمل نطلع وربنا يستر يا جماعة الدنيا مكحلة حرفيا المدرسة مظلمة الدنيا بطريقة مش طبيعية. طبعا هركب البطارية وبعد كده نبدأ نقفل المكان مية مية. اربط مقلب ده يا جماعة المدرسة هيجي لها صدمة النهاردة هتقول لك ابو اللذين اتطور بطريقة مش طبيعية. هاي خدمة جاية 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 عايز استخبى عايز استخبى استنى استنى عشان ايه؟ انا بستخبى قدامها ولا ايه؟ يا مسمس انت عامي هو اللي حصل يا جدعان المدرسة مش شايفاني ولا ايه؟ اللي انت عامله ده عامله احتفال هناك يا جماعة يا ما شايفاني ولا ايه؟ الحمد لله ايوه يا جدعان الله على الدبل كيك شطيتها على حد ما قالت يا بس تستاهل يا مسمس ها خلينا يا جماعه نشوف اللي بعده يبقى كده ظبطناه في اول مقلب وعملناه بيرفكتو يا مسمس اخيرا اخدنا حقنا منك خلينا نشوف بقى اللي بعده يلا خلينا نشوف معانا كام معانا 50 كوين كويسين يا جماعه نقدر نجيب بيهم شويه ادوات انا معايا تراب ومعايا حاجات ثانيه نقدر نستخدمها يلا جاهز يا مساميسو خلي بالك ها ايه ده الرجل الفتانة ايوه دايما يا جماعة بتفتن اوه يا جماعة تحط تقريبا مواد على الزرع بتاع عشان احنا بنروح ايه مسمس فيه دلوقتي عايزين نروح عند الزرع وهنستخدم حاجات خلينا طيب نشوف التعليمات اوكي نفهم هنعمل ايه حلو هنستخدم زي ماده يا جماعه هنحطها على الزرع لغايه دلوقتي بيرفكتو اللي بعده حلو بيقول لك الماده دي هتبقى مساعده ممتاز فين بقى في الورك شوب 100 100 حلو هنستخدمه وهنروح سريعا عشان نستخدمه على المنطقه او الزرع الاخضر 100 100 شوف شوف المدرسه منهاره يا جماعه منهاره من اللي هيحصل فيها خلينا بنروح كده سريعا هو المفروض يا جماعه اللي انا فهمته ثواني ثواني هو موجود هنا في الورك شوب يب الورك شوب هو ده فين 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 والعصفوره اللي عماله تطير دي كمان هو ممكن يقصد الثانيه هي دي لا والله يا جماعه استنوا استنوا انا شاكك برضو في مكان تاني ممكن نروح نشوف المكان اللي هناك اللي كان عنده سكيلتون ده ممكن يكون حاجه عنده ما شاء الله ده في قبو يا جماعه المكان ما طب انت تلاقي عمود الكل قاعد مكمبر هنا يا رايين عامل دي جي ايوه اديله يا زعيم اديله ده انت تظبطني هنا احلى تظبيطه والله المكان كحل يا جماعه ما يطمنش طب استنى استنى لا لا مش هينفع نروح هنا بصوا بصوا خلينا احسن ننزل ايه تحت رغم انا قريت التعليمات ينفع نجيبها اصلا من الورك شوب حلو افتح يا معلم ايوه اوعى تكون حطينا تربات يا مسميسو لا مش حاطه تربات تقريبا مش واخده بالها بس المكان هنا يا جماعه اسوأ حاجه فيه اللي هو مش باين له ملامح يكون مخبيه حاجه كده ولا كده الواحد ما يلقطهاش بص يا جماعه انا تقريبا شفته هنا البتاع الاخضر ده صح تقريبا هو ده ما ينفعش اخده اصلا يا راجل ما موجود قدامي مش ده انا عمال اطير قدامي من الصبح يا جماعه ولازم الاقيه بالظبط زي ما بيقول لي ما ينفعش اخد لها صلصه طيب والله الميسي دي بتستهبل اخيرا بعد عناء هو ده صح يب خد يا معلم وجعت قلبنا حلو عايزين بقى نستخدم بقى شويه الزرع بس الزرع بره يا جماعه خلينا نلقي نظره بس الاول اتغيرت التعليمات ممتاز سبراي كان ماشي نقدر نستخدمه للسبراي بص يا جماعه انا مش فاهم ترجمتها قوي بس اللي اعرفه اللي هو يقصد يعني في السقف ممكن يكون البتاع الكبيره دي معقوله لا بتتكلم جد ولا ايه استنى بس يا عم انا هعملها ازاي دي خلينا نجرب والله يا جماعه ده اللي انا فاهمه ولا ممكن اعمل السكيلتون ده يا كابتن خد لك شويه طيب الله مسمس يا بسرعه 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 انا اسف انا اسف ازعجنا حضرتك اوكي خلينا نمشي 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 احسن من المنطقه هنا والله ما اقصد بس انا كنت عايز اظبط بس المقلب اوكي مشيت مشيت ممتاز يا عم السكيلتون تنفع انت طيب لا والله يا جماعه شكله مش عاجبه اي حاجه الكابتن ده يا لهوي على كميه الخفافيش
ايه يا جماعة ده؟ يا حلاوة، نقعد بقى نستقبل هنا؟ لا يا عم احسن، ده عم دول الكل يجينا ولا يظبطنا. وهنا يا جماعة نخففش مستوى. استنى بس، انتوا عاملين انتوا كمان؟ شكلها انا في الحمام ولا ايه؟ تقريبا يا جماعة، والله شكلها هتروقنا. خلينا احنا نمشي من المكان الملعون ده. اجري اجري يا معلم، والله شكلها فشتني يا جماعة. اجري 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 بسرعة بسرعة. يا عم تنزل تطلع السلم ليه؟ اهرب بسرعة بسرعة. ايه استخبى هنا؟ استخبى في اي حتة بس ما تشوفنيش. ايه ما بتتعبش ولا ايه؟ والحمد لله مشيت مشيت خير. انا اعوذ بالله، ما تمشي بقى بسمس من هنا. اوكي اوكي اوكي. لا 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 لا. ايه ده؟ اعوذ بالله، مين ده يا جدعان؟ نعدت مرجح ورايق والله. انت مش في دماغك انت، خليك انت كابتن. اسفين الازعاج، ازعجنا حضرتك. ماما عشان خير بيسال على ماما. مين دي كمان؟ في شويه لعب هنا مرعبه يا جماعه، ولا ما شاء الله بيلف 360. يعني جنان بجنان. مش عارف يا جماعه، تقريبا غيروا الاسامي ولا ايه؟ خلي الورك شوب فوق والحاجات التانيه هنا عشان دي شفتها. يا سلام حلو. دلوقتي هنستخدم بقى دي. ايوه اوكي. والله في اصوات غريبه. سبريز فلاور حلو. هنرش على الزرع يا جماعه. خلينا نطلع بس الاول، اهم حاجه بس ما تشوفناش ولا تقفشنا. الزرع هيتوحش ولا ايه؟ شكلها الله. ايوه ده اللي فرحانه بيه. نجيب لها الصبار ولا نخلينا في الورد؟ اوكي خلينا يا جماعه نشوف ممكن نستخدم الورد اللي كانت فرحانه بيه، ونبدا بقى نرش رشه محترمه. يا خلاصي اوكي. ايزي 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 زينا ممتاز. ويت فور ذا فلاور. شوف يا جماعه شكلهم عامل ازاي. هي جايه ما اعرفش ايه اللي هيحصل بقى. المقلب الغريب العجيب ده، هي راح تروح تشوف الورد يعني، تروح تشمشم كده شم يا مسمس وعيش حياتك. يا سلام يا سلام. روحي مشي على الاقل من مهلها براحتها، حققها بقى. ايوه جت اللحظه الحاسمه. اجري 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 اجري. وربت الرجلين وقعدت تعيط. يا بس يا ميسو ما تمسكي نفسك شويه، انت لسه شفت حاجه. واخيرا خلصنا يا جماعه المقلب ده، المقلب الاخير يا جماعه. جاهزين؟ المدرسه تتظبط ان شاء الله. خلينا نشوف بقى ايه، عشان شكل كمان الكابتن موجود معاها، وشكلهم هما الاثنين هيتروقوا. يبقى دبل مقلب، هتتظبط النهارده احلى تظبيطه. يلا بقى جت جوده. جت والله الجده بتجري في دماغي يا جماعه. تعمل ايه يا عم انت كمان؟ ايوه ايوه الرجلين هتفتن. انا عارف فتانة والله. اجري يا جدع. هتروح تقول لها؟ هتروح انا عارف. ايوه ده انا بصوا هروقكم، صبركم عليا. يلا يا جماعه خلينا بقى نشوف هنظبطها ازاي. عايزين ندور على بطاطا ولا اسمها ايه دي. اوكي وجالنا حاجات جديده يا جماعه هنقدر نستخدمها على المدرسه. يا سلام ده انا هظبطك دلوقتي. خلينا نشوف طيب التعليمات الاول. حلو. اوه بيقول لي موجوده خلف الحديقه. طب استنى استنى، شام الشام دي اصلا دي يا جماعه، فيا ريت بقى محتاجين مترجمين في التعليقات. هي المكان اتحول خفافيش ليه؟ انت بتعملي ايه انت كمان؟ هو دي. اوه هي دي الامانه فرح. تمام هنحطها يا جماعه على الترابيزه اللي في اوضه المعيشه. انت بتهزر بس انا دخلت هي هتفشني دلوقتي. خلينا برضو محضر لها المقلب. اوكي هي فوق يا جماعه صح؟ والله فوق. اوعى تنزلي اوعى تنزلي اوعى تنزلي يا بسبس. ايوه 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 اشرب اشرب. تحدي التلج يا جدعان. والله الله الله يا مسمس برافو عليك. حط بقى دي هنا. ماشي محتاجين حاجه نحطها لها جوه عشان نخضها. طب استنى استنى خلينا ندور بس على الحاجه دي. طب احنا ممكن نشوف التعليمات. اوكي نشوف التعليمات اللي نقدر نجيبها. اوه يا جماعه في عنكبوت في البيت، شكله عنكبوت الجده. حلو تقريبا ده بقى موجود في القبو 100% يا جماعه. ما اعتقدش بقى موجود في حته تانية. انت تستقبل ولا ايه؟ خلينا ندور طيب على سبايدر مان. ايوه اقعدي سراحه انت. قمر يا اخواتي قمر. قمر بالساتر انزل يا معلم. فين سبايدر مان؟ يا لهوي المخ الغريب ده. في خفاش، في حاجات في الضلمه مش طبيعيه يا جماعه. عايزين ندور على سبايدر مان. فينك يا سبايدي فينك يا سبايدي؟ تصدقوا مش لاقي حاجه في القب. ايه ده؟ ده احنا ممكن نجيبه كمان. استنى استنى انا معايا كام؟ فين الكوينات؟ استنوا يا جماعه خلينا نفتح طيب الشوب. ممكن نلقي نظره، ممكن نلاقي سبايدر مان ينفع نشتريه يبقى زي الفل. عرفت
يبقى في حبيب القلب. يب هي قاعده فوق وهو موجود في الاوضه بتاعته، فانا خلينا اطلع سريعا. حبيب قلبي سبايدر مان تعال، وجعت قلبنا يا جدع. حلو، عايزين نفتح الشنطه ونبدا نحط فيها ايه الكابتن، بس اهم حاجه بس تكون بره. هي والله ما عارف يا جماعه موقعها فين تقريبا، ماشيه بره. يب حط يا معلم. حلو، حط في الشنطه. يلا حط بقى السبايدر. يلا ممتاز. اقفل اقفل. تمام ماشي. محتاجين حاجه كمان، محتاجين حاجه كمان عشان نقدر نستخدمها عشان ما تشكش فينا. خلينا نشوف طيب ممكن نلاقيها فين. حلو، ممكن يا جماعه ندور على ورق. تمام، الورق ده موجود فين بقى؟ في اوضه، بس ممكن نجيبه ب 100 كوين يا جماعه. تمام، بس نقدر ندور برضو على الورق، هنلاقيه في اوضه من الاوض. ماشي ماشي، خلينا ندور ده بس. يب عشان انا معيش ال 100 كوين، فخلينا نطلع بسرعه 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 وندور بقى على الورق اللي هم عايزينه. شوف الاعلان طاير ازاي. ما خلاص يا عم انت بتذلني ولا ايه؟ مش هتفرج على اعلان، انا ختمت الاعلانات يا جماعه، كل شيء خش اتفرج خش. حاضر يا معلم، لو ما لقيتوش يا جدعان هدخل على الاعلان. اها هي لقيتها في الاوضه يا جماعه، الورك شوب. طب ما تقول يا عم الورك شوب بدل وجع القلب دي، موجوده في المطبخ. انا عايز انزل بسرعه بس الحق. يب حاسس هتفرمني يا جماعه، يا رب ما تشوفني بس انا بحط الحاجه. حلو تمام. طب استنى انت محتاج ايه تاني؟ هنجز انتو ذا روبن. طب فين هنحطها في المكان بتاعه. استنى 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 عشان انا كده محتاس، خلينا نشوف بس المكان. حلو خلصناها يا جماعه وخدناها معانا، دلوقتي هنحطها في روبن. حلو، في الاوضه بتاعته. فين بقى الاوضه بتاعته؟ عايز ادور عليه عشان اقدر احط له الحاجه. حط 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 الحاجه. ممتاز، اجري 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 يا زعيم. يا رب المقلب يظبط يا جماعه، وجع قلب. عم انا ادور على البتاع يا عم، تقول لي يا عم حطها هنا وراء دماغي. اوكي 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 اوكي، اجري 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 اجري. خبينا سبايدر مان. يلا يا مسمس روح شيك على الحاجه، كله تحت السيطره 10 على 10. دي هتروح يا جماعه، خلينا نشوف بتخاف من عناكب ولا لا. عنكب جاي يسلم عليكي. صدام مسمس ان انت ماشيه على قشر بيت. استنى كرخم عليها. ايوه ايوه ايه دي بقى؟ ايوه ايوه بترقص يا جماعه، راس تونس دي. واديله يا مسمس، واديله يا مسمس. مسمس 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 مسمس. ايوه بقى اديله رقصات. هي فين يا جماعه؟ انا عايزه تقفشني والله. بطلي بقى راس يا مسمس وبطلي جنان. اهي عرفت تلعب ايه، مش فاضيه. اوكي تعمل كده حاجات غريبه. يلا 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 خلينا نستخبى بس كده، ولا منشاف ولا منديل يا جماعه. راحت. ايوه معقوله ما شافتش اخيرا؟ بس سبايدر مان هيبص عليه. هتخسرها. شوف عنكب، ده العنكب ثبتها يا جماعه. احلى كمين في المدرسه الشريره. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده، نشوفكم في فيديو جديد مع ستيو جيمنج. يلا سلام. مقالب جديدة في المدرسة الشريرة، وحشتنا يا جماعة وحشتكم. كتبتوا لي اللي فيه كم مقلب نزل جديد، ان شاء الله النهاردة هنمقلب بيه المدرسة. فلايكاتكم يا جدعان عشان المقالب تظبط، وخلينا نشوف حظنا عامل ازاي قبل ما نروح للمدرسة. يلا ها هترسي على ايه؟ بقالنا كتير. اهلا وسهلا يا كابتن. يلا يا ريت بقى 200 ولا 150 جولد. ها ها يا ايوه ايوه 30. خش على ال 200 يا جدع. حلوين حلوين. يا ترى يا هل ترى بقى المقلب عامل ازاي؟ خلينا نشوف يا جماعه، لان احنا في جزء كبير جدا من المقلب ختمناه. جديد ده بتاع، هي لابسه لبس البين كده. بتقلد دي ده ولا ايه؟ والله حاطه ميك اب شكله غريب. شكلنا يا جماعه والله اعلم هنعمل لها حته مقلب هيطلع منها فخه. ايه ده؟ ايه اللي مولعها ده؟ ايوه كنت سامع صوت مزيكا والله، كانت بتحتفل صح؟ ايوه اوكي. Can't wait to defeat these wannabe beauty dolls and win the contest. هو عندها حفلة باربي؟ لا والله. اصبر 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 اصبرك عليا. جاهزين يا جماعة، وجبنا كمان اسمه ده دخان الضحك. يب ما تستقبل نقعد نضحكها، بس هو ليه مهنج كده ليه؟ اوكي خلينا نشوف طيب التعليمات كاتبة لنا ايه؟ كاتبة لنا ان احنا دلوقتي هنشوف حاجة نقدر نستخدمها مع الميك اب. يب عايزين نعرف الانواع يا جماعه والله.
انا مش فاهم انا ايه الفكره. خلينا نشوف بقى ايه المدرسه عندها ايه. ناخد بس النجوم دي عشان تفيدنا اللي هي بتساعدنا في التعليمات. وخلينا نلقي نظره هنا ناخد كمان النجمه دي سريعا لاننا مش مجمع. يب جمعنا حبه حلوين لسه ثلاثة بس. ما اظنش يا جماعه ساعدونا في كام حاجه. واخيرا ايه البتاع اللي بتصير ده تقريبا زي اعلان. بس يا جماعه اخيرا كتبوا الحاجه على البتاع. واحد كان بيخش جوه المدرسه بيتوه والله. هنا جت عملت اشعار. الله 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 يا حلاوه. شوفوا شوفوا الروقان اللي انت عاملاه ده يا مسمس. ده عامله حفله بجد. اوكي مكان تمشي عليه هنا رايقه. طب انا عايز امشي. ممكن احتفل معاك انا كمان. اوكي المكان تقريبا يا جماعه بيختفي عشان هي بتحتفل لوحدها. طب يا مدرسه الله 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 عامله حاجات لذيذه. اوكي خلاص طيب نحاول نطلع يا موجوده دوتش فوق. فكويس اللي هي موجودة ولا اقول لكم انا عايز انا مطبخ. تمام قمر. قمر يا اخوات يا قمر بالساتر. اطلع 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 بسرعة ربنا يستر. اطلع اجري 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 اجري. استنى يا مسمس. ايوه جات لي فكرة. يلا بسرعة بسرعة. يلا جاهزة. اضحكي 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 بسرعة بسرعة. هنا مكتوب ايه؟ اوكي اوكي والله بتاعتها. اقفل اقفل بابا النجوى ولا ايه؟ بس بس بس. اوه يا جماعه عندها براون باودر والله. اسامي بص اسامي الميك اب ده بقى دماغ. والبيكنج باودر والاي لاينر صح؟ خلاص يا جماعه انا حفظت البيزنس بتعمل ايه. وعندنا اهم حاجه البودره المائيه. فين البودره المائيه؟ يب اوكي خلينا نشوف مخبيها فين السوسه دي. ثانية مسمس بتحط اي لاينر. اي لاينر ايوه حاجة هنا ديزي بقى. هو مش كاتب لي على الحاجة ليه؟ دي الحاجة اللي موجودة في البتاع وهنبدلهم. اوكي 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 يبقى احنا معانا كده لان الفرقة دي ناخدها. خلينا نشوف ده بقى اصلا. ده براون باودر. اوكي براون باودر يا جماعة بودرة مائية. ولا بودرة خزعبلية. كمل. اوكي عايزين نجيب لها شوية دقيق نحطها ونعمل لها بقى. نعمل لها ايه؟ لا مش نعمل لها هتبقى رغيف. يب اوكي خلينا ناخد النجمة. شوف اللي بعده. لا اكيد مش هحطه. هخش الاوضة هنا. ايه تاني هو كاتب لي هنا في حاجة؟ ما اظنش يا جماعة. احنا صدقنا المفروض افضل نطلع لنا بره الاوضة عشان نقدر نعرف. اوكي احنا دخلنا اوضة ايه؟ مش فيها مسمس. انت مجنونة ولا ايه؟ ممكن نخش المكتب. يب خش المكتب. اوكي عندنا حول فوم مش لذيذ. تمام الفوم ده والله يا جماعه انا ما فاهم حاجه. الفوم ده ايه لازمته بقى مع البيكن باودر؟ قصدي بيكن باودر. لا انا كده حامل عيش بجد. لا حامل كيكه صح. لا والله يا مسمس انت لخبطتيني معاكي. كي احنا كده جبنا ايه بتاع ده وده كده ناقصنا ايه؟ مس طلع. ها فكر انزل والله يا جماعه عشان هي بقت مقرفه بصراحه. اوكي يا رب تخش الاوضه اللي هناك. فهي لو مشيت انا عايز انزل في اوضه التلفزيون اللي بتقعد عليه دايما. ها اوكي عايزه بس تمشي الاول. يلا انصرف انصرفي. خش الاوضه ما اشوفش وشك يا مسمس. شوفش وشك. عايزين نظبط المقلب بقى مفتريه. يا رب ما تشوفني يا رب. الاوضه كلها اللي مفتوحه انت مش واخده بالك منها ولا ايه؟ كمل كمل. ممتاز ممتاز. نقدر بقى نخش هنا تي في روم. اوه عندنا في ايه ده؟ حلو صباع روج. ممتاز كده احنا جبنا البيكنج باودر وجبنا الفوم وجبنا صباع الروز يا جماعه. تمام فين بقى الاوضه بتاعتها؟ هي الاوضه بتاعتها هنا. اقفل بقى يا معلم. لا 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 الثانيه صح. يا اللخبطه فين الاوضه اللي انا كنت فيها وكان فيها الحاجه؟ استنى بس بالمس ما تقفشني. كان تقريبا التاور روم. نعم انت هتلخبطني معاك. فين الوجوده بس بس تقريبا مع اوضه الحمام صح؟ لا والله ده تحت يا جماعه. الله 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 شكلها جايه صح. هي قريبه مننا. احنا لو لحقنا نفسنا كده نعملها ظبطت. طب هتقولي حاطط الحاجه في المكتب. ما اظنش. مشت المفتريه. اوكي اوكي اوكي. ايه ده؟ يا حلاوه. لا يا جماعه. ايه 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 ده؟ العصابه موجودين هنا كمان. استني بس بس انا الميك اب بتاعك ما ظبطتوش. اتصل بمين؟ يا حلاوة يا عيال شوف عمال يا خلاصي
لا الرخامه. للاسف يا جماعه خسرنا. صدق اللي انت بتستهبلي والله. حته مس ماشي يا مس هجمع الحاجه من تاني يا جماعه ونبدا. اللهم الله على المزيكا يب. ونبدا يا جماعه نظبط لها الحاجه بسرعه. المفروض نكون اسرع من كده عشان ما نديش فرصه للمسمس اللي هي تقدر بينا وتحتفل بدري بدري. اهي الحاجات بتاعتها، فانا خلاص حفظتها وعارف كل الحاجه بتاعتها، فتبقى سهله. طبعا احنا مش محتاجين بقى الحاجات بقى اللي بتضحك وبتعيط وبتزعل. ايه ده اللي جابك هنا يعني؟ يوم لما اجيبها ملاكي. استني يا مجنونه، ما تقدريش تلمسيني. هاي خدمه، واقف قدامك ولا يهزني. مش هنعرف نعدي يا جماعه، لازم نستناها. بصوا دلوقتي احنا لو استخدمنا الفرصه دي تخش بس ناحيه اليمين كده 100 100. مش هقدر اخش البيت يب، ولا ينفع كمبر هنا في المكان ده. ايوه والله مدرسه محترمه، بس ممكن تجمعني من هنا صح؟ امشي يا عم الاعلان انت كمان. ازاي بس حسيتي بيا والله. انت اقفل الباب يا جدع. يلا تصدقي انت بيض. الله تحتفلي بالبيض المفتريه. انا والله ممكن اشتغلها، خدها سبيد واجري. انت لسه تلعبي رياضه بقى يا مسمس؟ اجري 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 اجري. الله يستر. جامب جامب جامب. نحاول نختصر. جامب هنك جامب هنك. اجري 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 اجري. اوكي اوكي اوكي، لسه تلعب رياضه يا جماعه وتهز الكرشاح. احنا مش هنخلص في اليوم الاخضر ده. خلينا ننزل تحت بسرعه. حلو ممتاز. يلا 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 يلا. احلامي براحتك يا مسمس. حلو الهدف بتاعنا، اهم حاجه ما تخش لناش بقى الفقريه. يا رب ما تخش. هنزل بس ادخل تحت الاول. ايوه دي بسرعه. ناخد الصباعه يا جماعه. يلا ممتاز. يلا في الطلعه بسرعه بسرعه بسرعه. كل حاجه جاهزه عندنا فوق. خليكم بقى فاكرين حافظين الاوض اسمها هنا المس روم. تمام دي الاوضه بتاعتها. اوكي ناخد دي سريعا. ماشي نوتي نطا يا ادب قصدي يا مس موسى. هنا عندنا الميوزك روم. لا مش عايزين الميوزك روم، عايزين اوضه المكتب. فين اوضه المكتب؟ تقريبا اوكي اللي هناك دي. ياب هروح بسرعه. واعتقد يا جماعه التانيه موجوده في الجيم لما فاكر. ايوه هادي يا معلم. 100 100 كده مش ناقصنا حاجه صح؟ يلا الاوضه دي بقى. يا رب يا رب بقى يا جماعه. استني بقى انت كمان عماله تضحكي ورايقه انت. ايوه ايوه الحاجه ابتدى هنا. ممتاز هنبدل ده بده. يلا يلا بسرعه بسرعه ناخد ده بده وده بده. حلو اجري 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 اجري. استخبى فين؟ في الحمام. دخل المطبخ. انت عايشه حياتك وانا خليني في المكان اللي هناك ده. يب ما اظنش يا جماعه انها تطلع دلوقتي. هو ممكن لا لا والله حط حاجات غريبه. استنى استنى احنا المكان هنا الخلفي. يب احنا في التمام. يلا وريني الاحتفاليه بتاعتك بقى. يا لهوي يا جماعه. يلا يا مسمس عمر يا اخواتي حط البيكن باودر بتاعك. يلا احلى رغيف عيش. يا خلاص يا حكمان. الحق مسمس معلش يا مسمس انهارت. تعيش وتاخذي غيرها. احلى واقوى مقلب نعمله في المس. يلا بقى يا جماعه نخش بقى على المقلب اللي بعده عشان نقدر نظبط المسمس. تعالى يا مساميسو. ايوه ممكن نخش بتاع الصواريخ ده ولا بتاع الكره دي واسنانها دي كمان. خلينا نجيب ده. ياب 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 هظبطها بصراحه لان التاني برضو ما كانش اللي هو يعني. يا جماعه احنا عايزين اقوى من كده. خلينا بقى نشوف المقلب ده. يلا افتح. ممتاز فرحانة بالمزيكا. ايه ده؟ Alright. All of my fireworks are set up. And I've also set the timer for the perfect moment. مستني الوقت عشان يجي بالظبط وتشغل الألعاب النارية. كولي كولي وتغذي كولي. Don't I have any more of those cinnamon bites? عايز ايه؟ استنى استنى. سيبها لي. بس كده. تفكروا بفكر فيها يا جماعه. يلا هنبتدي جاهزين. جبنا الغاز طبعا كميه اعلانات. يا عم خلاص بقى خلصنا. امشي انت كمان تقريبا هنكتب من كتر الاعلانات. ايه ده يا خلاص ختمنا الاعلانات يا حبيبي كفايه بقى في ايه. اوكي جاب لي حبل بيطير. طب الاعلانات بتنفع يا جماعه. خلينا ندور على الحبل. يب هو ده اللي عايز تجيبه. اتفرج على الاعلانات. لسه مختم اعلانات شويه. ارحمنا بقى يا جدع. خش هنا مكان اسمه ايه؟
شد اوكي حبل. اها تمام. الحاجة التانية بقى اللي عايزينها هي عايزين نحطها على الصواريخ بتاعتها. ثواني خلينا نشرب بس عصير السكر بتاعتنا عشان دينا سبيد. هي فوق ولا ايه؟ مصيبة لو دخلت نفس الأوضة اللي انا فيها. مش عارف ليه يا جماعة بطني مغوشة، حاسس عليها في وشي. بقول لكم انا هطلع من الأوضة. يب يكون أحسن نطلع نتشرش على انه أوضة. اوكي عندنا في أوضتين، عندنا الورك شوب. يب هو عمل لي عندها جرس. في الورك شوب هنحتاج ايه؟ في لزق، في عندنا لزق. اظن يا جماعه احنا هنحتاج الحبل واللزق، بس اللزق مش عارف بقى بالظبط. هنا دلوقتي هنستخدمه في الصواريخ. الحبل هنستخدمه في الصواريخ. وشايف في حاجات تحت. بس استنوا استنوا، هي الصواريخ كانت موجوده في المكتب ولا في الجيم؟ والله ما عارف. تقريبا في اوضتها صح، بس اكيد مش تحتفل يا جماعه في اوضتها. ممكن نستخدم شويه نجوم. ممكن خلينا نشوف. اوكي تمام. فين بقى الصواريخ حبيبي؟ حلو في اوضه الاكل. فين بقى الدايننج روم؟ انا في الحمام هنا. اوكي يا رب نلاقيها يا جماعه. عمل لي هنا والله مبطرني معايا. والمدرسه ما شاء الله خلاص قربت. وهات الاوضه اللي تحت. يب ما اظنش يا جماعه اللي هنا في اوض اللي هو طلبها مني. والمسمس جايه والله شكلنا هنترن على محترم. بقول لكم على حاجه، خلينا نفكر يا جماعه ننزل للقبر. هي بس يا رب تطلع بالسلامه عشان نقدر نشتغل صح. طب احنا ننزل تحت. اعوذ بالله. انت في ايه؟ والله اتخضيت. اجري 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 اجري. ايوه يا نلعب ذكاء، لازم نلعب ذكاء. كمل كمل. شكرا يا مسمس، والله طلعت محترمه. كان يجي وقت بقى المناسب هنيجي مستخدمين البتاع. فين الجيم؟ لا مش عايزين الجيم روم. فين تانية الاوضه التانيه؟ مطبخ لا، اوضه المذاكره لا، التي في لا. يا رب يا رب الاقي التانيه. ايوه اخيرا. بذمتك دي مش مكتوب عليها اي حاجه؟ انا ماشي كده والله باي حاجه يا جماعه. المهم لقيناها الحمد لله. اربط مية مية. هنحطه هنا. اه حاجة تلمسها المدرسة. طب استنوا استنوا استنوا. ايوه كده 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 كده. المشكلة حامل بتاعه قدامها. اجري 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 اجري. المقلب جنبها خطوتين. وي دمج حلو. النذر وان. ايوه ايوه الساعة 12 بالظبط توقيت المسمس. ازاي يا جماعة؟ حد يفهمني ازاي؟ المفروض كانت تحط ده كان يلزق في ايديها. بصوا انا متأكد ان الغلطة مش ايه؟ مش من المقلب. الغلطة يا جماعة اللي احنا عملنا الحوار قدامها، فهي كشفتنا. يب فلما كشفتنا اطمنت بقى. فين بقى الاوضه اللي بتلخبطني دي؟ خليني اطلع طيب الاول بره، اهم حاجه بس هي ما تنزلش. اوكي كيكي في الوش هنا. خليكي ماشيه انت يا مسمس مع نفسك، عايشه حياتك. واحنا نخش الاوضه اللي هناك. اوه حلو يعلى فوق. ممتاز. اربط هنا كده مفيش اي غلط. تمام عايزين بقى نحط ده بقى، نحط وراه على طول اللزق. يا رب يكون يا جماعه مظبوط، يا اما ده بقى اللي ما يمسكش كويس. هنحط ده الاول ما اظنش. لا حبل بعد كده اللزق. تمام ده احنا حميناه يا مسمس كويس. هي ما شافتش حاجه. عارفه بقى يا جماعه لو قفشت المقلب بمدرسه دي بتستهبل. نفس اللي انا عملته بالظبط. اوكي نشرب عصيرنا. بس خلينا نطلع بره احسن. والله مجنونه تقفشني من اي مكان. ما اظنش بقى كده هتشوفني. يا رب يا رب المقلب يظبط. ده انا بصي عامله لك محكم انسي. ايوه انذر وان. ايوه اخيرا. يلا مع السلامه. ده انت عرفتينا والله عرفتينا. احلى احتفالات فرقه معاهم بقى. جاهزين يا جماعه للمقلب ده؟ اوكي والله شكلي هظبطها يا جماعه. اعملوا بقى احلى من التاني بكتير. يب يلا يا مسمس. وخلينا برضه نجيب اللي هو بتاع الضحك ده بالمره. والله يا رب ما يطلعليش اعلان اعلان. ارحمنا بقى. ايوه رنه يجري. لا مش حاربش. احنا متعصبين منك ولازم نمقلبك.
اوكي اوكي يلا نص ايوه قلت لنا فكره عبقريه. اوكي اوكي كي نبدا نشتغل عليها يا جماعه. جبت لها بتاع الوينز دي افتح يلا. جبت لها حته راسه مش دي في وشي. ما شافتنيش الحوله ولا ايه؟ والله ما شافتني. اطلع 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 اطلع. ايه انا مش فاهمها انا بس. يا عم اطلع انت كمان. يا ازاي جت في وشي يا جماعه؟ انا سبت لها المكان كله. عايزين ندور بقى على الاوضه. اللي فرقه ده الهبل ده. عين شفتيني فوق ما شفتنيش تحت. والله المستر اللي بتستقبل يا جماعه. اجري 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 يا برادر. فوش ده اروحها. يلا 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 يريوي. انا اسمي اجري 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 بسرعه 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 بسرعه. يا لهوي سريعه. بقول لك ايه يلا اديها راس. عايزين راسه كده اسطوريه. ايوه يلا حته ونس دي كده. ايوه ايوه ايه ده؟ ايوه بقى والدين ويا مسمس يا بطله والدين. ايوه بقى قلبت يا جدعان. اوه يا مجنونه. خلينا نشوف دلوقتي العلبه. ياب 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 عايزين العلبه دي. ايه ده؟ اوكي ينفع نقصقصها؟ قصقص وعيش حياتك. قضيتها هي رقص واستهبال واحنا ناخد من العلب دي يا جماعه ونعمل لها قرص. ونقول ايه يا جماله يا جماله احلى قرص في العالم. مش تسلم ايدك يا بقول لك عليك. ده انت هتشربي وتكركعني. ما ينفعش احط لها حاجه كمان هنا من اول ما نخلص. ايوه بتراقي في حاجه هنا ولا ايه؟ بيعلمني هنا يا جماعه. هو في حاجه هناك في حاجه هناك. عشان كده اول ما رحت قاعد يعلمني. ربنا يستر عشان شكلها طالعه. ايه ده؟ اوكي زي كده مكسرات. يا جماله يا جماله. حط الحاجة. أنا مش مصدق والله اللي أنا شايفه. أوكي خلصنا تمام نجمع كله. المفروض نخليهم قريبين من شوية من البسكوت. إحنا خليها بس هي مريحة. نطلع بقى فوق في نفس المكان. ممكن نستخدم حاجة. يب بس القرص يا جماعة عايزين نشوفها مخبية فين المفترية دي. عايز اروح لنفس الاوضه الفقريه. هتشوفني يا رب ما تشوفني يا جماعه يا رب ما تشوفني. لا مش موجوده. طب استنوا ممكن نستخدم ايه؟ حاجه يقول لنا بس موجوده فين. يلا افتح. ماشي فين بقى الاسبراي؟ ماشي فين يا ابني الاسبراي؟ حلو في الروم تقريبا اللي في وشنا يا جماعه اللي في اخر الطريق خالص. خلينا نروح للاوضه اللي هناك. يب يا رب تكون هي مظبوطه. ايوه هي دي اللي فيها الاسبراي. خلينا نروحها بسرعه. افتح حط يا معلم. يا سلام. اوكي حط لي يا معلم. براون احنا عندنا في الاورنج. احنا عايزين البراون. يب ايوه عشان ما نحطش حاجه غلط عشان يبقى نفس اللون. هو عامل لي يا جماعه غلطه عشان لو استهبلت فيها وغلط على طول المدرسه تكشفنا. ده بقى شبهه بالظبط. اوكي اوكي استنى ما انت مخبيه الحاجه فين؟ اكيد في المطبخ صح؟ الماما مخبيها في المطبخ. مسمس ايوه يا رب ما تخش المطبخ يا جماعه تبقى مصيبه. ايوه يا جماله يا جماله. ونقول ايه؟ يا جماله يا جماله. ذوقي بالهنا والشفا يا مسمس. هتبقى علينا. يا رب شكرا. اقوى مقلب في العالم وتحدي يا جماعه. ايوه اتفضل. سلام سخن وجميل. واو بطعم الطوب. يا لهوي استنى. يا حدفتوا بالطوب ولا مش يا عم انتوا بتهزروا وتستهبلوا انتوا الاثنين. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. نشوفكم في جديد مع سيوب جيمنج. يلا سلام. النهارده يا جماعه عندنا مقالب جديده ولكن بنت المدرسه الشريره زي ما انتم شايفين. هتمقلب مين النهارده؟ ده اللي هتشوفه مع بعضينا يا جدعان. محبين المقالب لايكاتكم الجميله. وخلينا نبدا نحضر اول مقلب. ما شاء الله شوفوا الجر كان بيستقبل النص خانا. خلينا نروح كده بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ابداي انت خرابي من بدايتك والله. ما... ايه ده؟ تعمل اصوات غريبه يا جماعه. ايوه حدفت الفوق شغاله وفرحانه كده. مسمس مخربه زي مامتها. شوفوا الجار يا جماعه مصدومه مصدوم ما شاء الله. ايوه قاعده بتلعبي انت بقى على التليفون ورايقه. اهو هتخربش لها التليفون. لا 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 اجري اجري. لا لا مستحيل المدرسه. شوفي اخره
شفتي بنتك عملت فيك ايه؟ والله يا جماعه مصر. ده اللي احنا نتوقعه. الجار والمدرسه يعني هيكون بتعملي والله يا رايقه. خدي 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 بسرعه بسرعه بسرعه، روحي خدي 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 الحاجه. اوكي ايه ده؟ يلا يلا بسرعه 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 بسرعه، اجري 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 اجري، يلا يلا على الفستان. معلش احذف. خربت لها الفستان دي كل شيء. ما شاء الله تتطور يا جماعه اكتر واكتر في المقالب بتاعتها. خلينا نشوف بقى المقلب اللي بعده. اوكي الجار قاعد موجود معانا، تلاقيه بيدعي على المدرسه دلوقتي. ايوه روح بسرعه 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 بسرعه. ماما ماما بسرعه. ولا بابا ده خد يا ماما اشربي عصير عصير بين الله. يا لهوي ده مش هتسيبها والله. ما انت ياما ياما مقلبتينا، فلازم بنتها يا جماعه تيجي تدوق من نفس الكلام. ياب لازم تدوق من نفس اللي عملته فينا. يلا بتسقفي فرحانه. احنا هنكمل الفرحه. اصبري اصبري، ارقص ارقص يا بابو. ما شاء الله بابونا يا جماعه شايفين عامل لي رقص فرحانه ومتحمس. اجري بسرعه 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 بسرعه. ايه ده؟ هو في كام بابا؟ ثواني استنى بابا، مين كان بيرقص ده؟ الله 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 الله، معلش يا مس مس. اخرت ايه ده؟ هي كانت بتعمل ايه يا جماعه؟ هي لسه افتكرت ان هي تقع ولا ايه؟ خلينا نشوف طيب المقلب اللي بعده. يا رايقه. ايه ده؟ في اتنين مدرسه. يا جماعه شكلها تيتا. سبش بش وش تيتا، ما تقفشناش. اجري بسرعه بسرعه. اسفه تيتا. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، عدي من تحت الترابيزه. سوري يا بابو. اجري 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 اجري. يلا يا ماما. وي احلى زحله واحلى مقلب. واديله يا جرجر. ايوه بقى بترقص ايه؟ فات فات، انا شغال سيلفي، انا مش وقت سيلفي دلوقتي، مش وقت سيلفي. اجري اجري. الله 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 الله. طب تيتا كده هتشوفنا يا جماعه، تقفش انت مشكله. خلينا اجري بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه من غير كده تحت اللعب. يب في التخبص. ايوه ايوه عديناها. يلا يلا اتفضلي يا ماما اتفضلي يا ماما بقى، عشان ايه احلى سيلفي لعيونك بتاعت بابا اهي. بس ايه ده الفلوج ده يا جماعه؟ والله فلوج احلى معلم. يا لهوي ده العيله كلها هنا. بسم الله ما شاء الله. ناخد طيب دي. ايه ده؟ ما شافنيش. كويس 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 كويس. يلا 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 هنكتي ولا ايه؟ كمل. وي اوه يا جدعان، كانت بتصور كمان. ده الفيديو شكله خرب. ايه ده؟ ما شاء الله. ثواني يا جماعه، هي جابت ولد كمان؟ ثواني، مخلفة بنت ولد. شفتوا ابن المدرسة الشريرة؟ يا لهوي. هات الايس كريم. يلا اجري 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 اجري. لا لا كده ممكن نتقفش الاثنين، والله عمال يعيط وهيفضحنا. اوه شافوا. لا 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 استنى استنى، بتلف 360. يلا 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 حلو. حطه. لا يا جماعة حطه في الباسكت. ده انت مخرب اكتر من مامتك. ده تلاقي مامتها يا جدعان بتقول بشوف ما شاء الله ونعم الخلفة. احنا بتتمرن في الجيم المدرسة. يا لهوي على العضلات. خدي كده بسرعة 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 بسرعة. ماما ايوه العب. لا يا جماعه ده مقلب، ده مقلب يا جماعه مش طبيعي. بس بصراحه مامتها غلطانه. ايه اللي خلى مامتها تجيبها اللي اسمه ده؟ تجيبها في النادي. يب النادي يا جماعه يبقى كبار بس جايبه دي بتستقبل، تخلي بنتها تبقى موجوده في النادي. كمل 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 كمل. استنى جدو. يلا بسرعه 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 بسرعه. خد يا مامو. يلا وي اقوى باسكت. تلاقي الريحه. ايه ده الولا؟ شوف ابن المدرسه ومامته عماله ترقص مش في ماما. بقول لك ايه يا ماما، ما انتش شغاله انت وبابا ومكبرين دماغكم ومش بتسالوا فيا. لا هو كان هيمسكني كان هيمسكني. يلا يا ماما. لا دي كبيره بقى يا جماعه. الله الله معلش يا ماما. بسرعه 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 بسرعه. بيت صلعه. ايوه كنت كده بتخدعينا يا مدرسه، طلعت في الاخر خالص كل دي باروكه. تعالى احنا لسه هنشوف العجب كمان. ناخد بقى دي. ايوه ونقيم على البالونه على البالونه على البالونه. استنى جدو استنى جدو. خد يا ماما. فرقعت بيها. هي هتحرم بعد كده تجيب يا جماعه البنت في اسمه ده في النادي برضو. جاب تاني براحتك براحتك، حد قال لك تجيبيها الجيم؟ ناخد بقى طيب دي. اوكي يلا بسرعه 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 بسرعه. لا 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 امسكني امسكني امسكني. اوكي وميه على يا لهوي. لا يا جدعان مخربة. تحس يا جماعة وهي بنتها ما شاء الله شايلة مقالب أكتر مننا بكتير، ده احنا على كده ما كناش بنعمل حاجة. يب هي تقريبا اتعلمت وهي في بطن مامتها. ناخد لا لا أنت بتهزري، إيه المقلب الغريب ده؟ ده احنا ما عملناش هم يا جماعة. لا يا فيي مش طبيعي. تخيلوا تتاكل السجق تلاقي سجق تاني. لا لا
يلا لا هو بتخاف من العنكبوت. اوكي لا معلومه جديده يا جماعه، خدي 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 عنكب. اتفضل يا مسمس. جري فران والعناكب كمان. راسي 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 راسي. ايوه شوف يا جدعان، من اول ما شفناه عماله تلعب رياضه. بسم الله ما شاء الله، لا رياضيه جدا جدا جدا. اوكي ناخد بسرعه بسرعه بسرعه. استنى احذف. شوف والله والله ده مش مقلب، ده تستهبلي بقى، انت تستهبلي بقى. احنا يا جماعه نوقف عن حدها. يب بنتك مش مدلعه، بنتك بتستقبل، دي هيرتك مقلب رغم كده ومامتها سايباها مكبره دماغها. المفروض يبقى في حدود يا جماعه، بس ايه هي كانت مامتها اصلا شريره فطبيعي بتتعبل فيها كده واكتر كمان. يلا بسرعه بسرعه ماما. بيو. ايوه 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 المكب راح المكب. لبص مفيش اي ردة فعل، عادي خالص متعوده كده. مسمس هذا مريح، انت مش في دماغك ها، جايه لك انا. يلا بسرعه بسرعه. ايه ده، ده هنسحب بيه يا جماعه، هنسحب بيه العوامه ولا هنخرمها؟ اوكي 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 خلينا نقرب نقرب، ما اظنش لو ممكن يخرمها، مش عارف هنشوف. يلا غرقت، ده التكت في الحته الخويطه. يا لهوي يا جماعه، ثواني بس يا مسمس، انت على طول راح بتهزري. خلينا ناخد ده. لو يا جماعه اسمنت، ده اسمنت وانا بتخيل هيجمد البسين. استني استني بس خف شويه على المقالب عليها. تخيلوا يا جماعه يبقى كله اسمنت. يا لهوي طوبه. اه سبناكي سبناكي، جت بنتك تعلمك الادب. خلينا ناخد طيب دي. ايوه عندنا فينا الوان، خلينا ناخد اللون. ايوه لا 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 تكتشف انت، تكتشف انت بسرعه بسرعه بسرعه. خد يا ماما. ايوه ايه رايك في الميك اب ده؟ حاجه روعه، اي خدمه. اه واحد اتنين، الكرش رايح فين؟ لسه لسه والله لسه يا مسمس، الكرش لسه. فوت بقى كمان شويه اكتر عشان الكرش ينزل. هنحذفها بسنجاب ولا اسمه ايه ده يا جماعه؟ ايوه دي قطه 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 لزقت الايم. يا لا ما اقولكمش خير، اللهم اجعله خير. ناخد دي. ثواني يا جماعه احنا خلصنا المقالب؟ معقولة ختمنا المقالب؟ يب شكلنا ختمنا المقالب في المدرسة. يا لهوي ده أسرع مقالب في العالم. أيوة ثواني أنا مقلبتك كده لغاية ما ختمت المقالب دي كمان. والله يا جماعة ختمنا المقالب بتاعت المدرسة الشريرة. اجري اجري اجري. طب تحديني تعالى يا مسمس، درجن 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 درجن. خلينا نشوف كده حصلني. أيوة استخبى تحت الترابيزة. أيوة أيوة خليك تحت الترابيزة، حاول تجيبيني بقى ماما. يلا بص 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 انسي درجن درجن ده. طب هي ممكن تمسك. اوه اخيرا اخيرا. ايوه عقبيها بقى عقبيها. حسن اتحولت زومبي، البنت اتغيرت 180 درجة يا جماعة. خير بسرعة بسرعة. استنى ماما 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 ماما. يلا استخبى استخبى، تحس استحس. ايوه احسن، اجري 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 بسرعة 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 بسرعة. معلش يا ماما. وي مع السلامة، تليفون فن اتشقوا في الفرن. ايوه كده يا جماعة المقالب بتتعاد، يبقى احنا كده ختمناها. بصراحة كانت لذيذة، خلينا نجرب اخر واحدة بقى كده ايه على السريع. ناخد دي. اوكي خلينا نلعبها شوية. تعالى ماما 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 ماما. اوكي ايه ده؟ ده اسمه كلام تبع تمسكين ازاي كده؟ ما انت لازم تلف يا ماما، فكري شوية. طب تعالى تعالى تعالى. يلا مو ماما مو ماما مو ماما. اجري سريعة سريعة سريعة. مش عارف استخب. لا استنى 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 استنى. اوكي ورينا تعمل ايه بقى. ايوه اتخبطي خلينا هنا. ايوه ورينا تعمل ايه، مش هتعرف تعدي صح؟ ده بالنسبه لها سد يا جماعه، يا مش هتعرف تعمل هنا اي حاجه. يلا ما اديكي فرصه واحده بس، فرصه واحده تمسكيني. يلا اه يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. والله ما عارف لاعبيني وانا بيك. امسكيني طيب يا ماما. والتانيه شغاله تمثيل تخصص. بصوا هي بترجع يا جماعه. خلاص انت هنكتي ولا ايه؟ اوكي ناخد بقى ده المقلب الاخير وناخد بسرعه. اه بسرعه 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 بسرعه. ايوه 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 ربح الفستان. معلش يا ماما خدي بقى فستان غيره، مش لازم تاخدي نفس الفستان ده. يلا ايوه حط الحبر والمقالب كده يا جماعه ظبطناها مع بنت المدرسه الشريره. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. شوفوا فيديو جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام. مقالب جديدة في المدرسة الشريرة. طبعا انتوا عارفيني يا جماعة، هظبطها لكم يا جماعة، بس انتوا برضه ظبطوني بقى باللايك عشان اعمل حتة مقلب في المدرسة. ما يخرش المايه يا جماعة.
تعال يا مسمس هتتروق النهارده حته ترويقه. طبعا يا جماعه احنا لعبنا او عملنا المقلب ده المره اللي فاتت، فهنعمل المقلب المره دي وهي بتحتفل. يا سلام يا ريا، كل سنه وانت طيبه يا مسمس. يا سلام، جيب لها احلى هديه. If you don't set them up properly around the tree. حبيبتي كل حاجه مش عاجباكي. Let's plan a surprise Christmas gift. والله غلبان يا جماعه، لازم نحضر لها مفاجاه جميله. ياب الكابتن ده كل مره ما تشوفه لازم تظبطه. يا مفتريه يا جماعه ولازم تتعاقب. ياب انا محضر لها احلى عقاب. الله يفتح. ايه خليك انت فوق. اول حاجه هندور على الهدايا بتاعتها. اوكي معانا يا جماعه 3 نجوم، خلينا نشوف اول واحده. اللي بقى لها 3 نجوم يا جماعه، معيش ب3 نجوم يا عم، انت عمال تزمر لي. اوكي خلينا ندور يا جدعان على بتاعت الحفله. انا والله ما عارف هي موجوده فين، بس خلينا نبدا نسرش مع بعضنا وندعبس، لان اكيد قريبه من المكان ده. الله 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 الله، اها جاب لي شكلها. طب ما دي ممكن الاقيها في المطبخ صح؟ عشان دي عامله زي الاكل يا جماعه، ويقفها في المطبخ يا المفتريه. انا افتكرت. ايه ده، انا ماشي فين؟ انا ماشي فين يا جماعه؟ الهبل ده، شكل المقلب هيطلع من دماغي المره دي. يلا بسرعه بسرعه نبدا نخش هنا وندش. ايوه يلا، ها ها كمان. المسافه هنا كبيره. خلينا طيب نحاول من الناحيه الثانيه. اوكي احنا كده داخلين المطبخ كده كده يا جماعه. لو هي قفشتنا هنيجي مظبطينها بقى ايه بالغاز. يا مفتريه يا مفتريه، انت حط لي على طول التراب، انا بقى لو احط لك التراب هنا. يب خلينا جاهزين. حط حط حط. تعالى مسمس، وير ار يو؟ فين فين فين؟ نفس الشكل ده؟ لا اكيد مش الكاتشب. ايوه هو ده. ده ايه ده؟ اوكي خدناه يا جماعه، ده انا كان جايبه لي دلوقتي من بتاع اللي بتطير. طب كويس والله، من وسائل المساعده. صدقني تقريبا في المطبخ. اهي مسمس تعالى، محضر لك قصدي. في مفاجاه يا مسمس، تعالي بس. انت رايحه فين؟ اروح لها والله يا جماعه، بس انا مش مطمن لها. تعالى يا مسمس، غريبه يا جماعه، حاطط لها البتاع ولا كني موجود. اوكي دلوقتي المفروض هنروح على فين؟ There's a competition going on. اتفرج على كرتون رايقه والله. Of course I'm going to win. استنى استنى استنى، يا رب يا رب يا رب. اوه يا غلازي يا غلازي يا جدعان، لسه 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 لسه. كبير، حط لنا احلى تراب. يلا المقلب التاني. جاهزين يا جماعه؟ يلا بسمس تعالي تعالي اشوف المقلب كده هيظبط فيها ولا لا. ايوه ايوه، اطلعي من التي في روم. الف سلام عليك، يا الف سلام عليك. اجري 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 اجري. اوكي اوكي اوكي، عايزين نخش انهر اوضه اوضه. والله ما عارف يا جماعه، في اوض كتير. خلينا ندعبس طيب قبل هي ما تيجي المكتب. اكيد لا، يا رب ما تطلع لنا. ما عارفها هي مش، الحمد لله ما طلعتش ما طلعتش. تمام احنا ممكن نبحث في انهي اوضه ممكن نخش. شوف اهو مرات دربن دربن دربن. طب وهنا في حاجه؟ ما ضربش جرس ليه؟ حاجه غريبه. استنى كده كابتن، اقفل الاوضه ما بتقفلش تقريبا، مهنجه ولا ايه؟ مفيش حاجه هنا؟ لا والله. ايه ده؟ سمبل. ده واحد عادي. احنا عايزين اللي بنفس الشكل ده. طب ندور عليه فين ده يا جماعه؟ هو في الاوضه بتاعتها مفيش حاجه؟ وارد والله نلاقيه. طب كويس، ناخد ده. ممتاز، تقريبا ده زي التغليف، احنا جبنا التغليف يبقى كده ناقصنا اللزق. فين اللزق ممكن نلاقيه؟ في الاوضه اللي في الوش دي صح؟ يب، احلى حاجه كاتبين الاسامي، الواحد بيرتاح كده عن الاول يا جماعه، كان ده من زمان حاجه بادي. افتح. بيرفكتو. وده مش هنحتاج حاجه تانية ولا كده كفايه؟ مش عارف يا جماعه، تقريبا هنحط ده كده في اللزق اللعب، وبعد كده نحط التاني. اوكي اجري بسرعه. يا لهوي ده المقلب هيطلع من نفخه يا جماعه، لازم اروق عليها. تعالى يا مسمس، فين البتاع مش شغاله ولا ايه؟ بس كنت عايز اعزف لك، انت ما تعرفيش اعزف. عالمي حاطط ودانك من كتر الصداع. بس انا مستخبي في مكان عالمي. تيجي بقى المسمس تخش على المقلب. Put it down. First the party popper.
زبط المقلب يا جماعة. بص بقى وشاكل لها صلصة. يا رايقة يا رايقة. سيبينا نلعب بقى، سيبينا نلعب ونزطط براحتنا بقى يا مسمس. لا ليه لازم تخيم عليه؟ شوف ده انا مش حاسبهم، لازم اعاقبهم. ايه ده يا مفترية؟ حتشيلو لا يا مجنونة، غريت العيال، حرام عليك. صبرك عليا. اضحكي. ماشي لازم يا جدعان نظبطها. خلينا نجيب لها كده غاز مميز عشان نعرف نعاقبها العقاب الصح. كده يا مسمس. بص بقى يا جماعه، حضر لها احلى مفاجاه، وحامل لها بقى اللي هي القطعه الجديده اللي هي كده عاملاها اكبر منها بحيث احرق دمها. ثواني يا كابتن، انت من اول جايب لي تعليمات غريبه يا جماعه، من اول ما نزلت تقريبا. عشان العربيه دي. تمام، اول حاجه عندنا العربيه، يبقى احنا لازم نجيب اوكي المفتاح. لا بيقول لي مكنسه غريبه. المكنسه ممكن نلاقيها فين يا جماعه؟ ممكن نلاقيها هناك. خلينا ندور كده وندعبس، يمكن تكون موجوده في المخزن. لو ما كانتش في المخزن تبقى موجوده في القبو. ايه ده، ده بيقول لي في حاجه هنا، او تقريبا احنا قريبين من كده. انا عارف يا جماعه، خلينا ناخد طيب التراب احتياطي، نجهزه للمسمس. ناخد ده عشان ناخد سبيد. ممتاز، اشرب. تمام كده معانا باور كويس، معانا 6. بفكر يا جماعه انزل في القبر، مع ان انا ما اظنش حاجه فوق، اما في الاوضه اللي فيها لزق ممكن نلاقي فيها ايه، المكنسه اللي بيتكلم عليها دي. وارد، ليه لا؟ فخلينا كده ندعبس، ولا اقول لكم خلينا نطلع فوق الاول. والله ما عارف. شوفوا 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 الجرس، في حاجه فوق، في حاجه فوق. قلبي موغوش يا جماعه. خلينا نطلع. طب ممكن نخش بقى فين؟ هي ما وقعت ليه فوق؟ هي مش فوق صح؟ هنخش الاوضه بتاعتها. ايوه الاوضه بتاعتها اللي فيها المصايب. ثواني يا جماعه، تقريبا هي في الحمام هنا. خلينا حد الله دي كده بالمره. ايه احلى تراب لعيونك يا مسمس. يا رب ما تطلع من نفس اوضتها يا جماعه، تبقى مصيبه. انا داخل صح هنا صح؟ اوه هنا برضه عملنا نفس الكلام. هو يا جماعه استنى بس اكتري ليه؟ شفت حاجه بس اتقفشت في ثواني يا مفتريه. الحمد لله يا جماعه، اعلان رزبن تاني. الحمد لله اهو شايفين حاجه هنا، ينفع اخدها؟ مشكله يا جماعه، مش عارف اخدها، لازم اجيب حاجه عاليه. طب انا بنط جنب بمسكها يا عم. لا ازاي، لازم تعافر. فخليني ادعبس فينا اقدر الاقي حاجه، مش عارف. خلينا نخش هنا. هو من قلبي عمال يدق ليه؟ شكلها كده بتتقفل. بقول لك ايه، حته كده ونس، يلا ونسينا. ايوه دير يا مسمس. اهو زي ما قلت لكم. طب ما تيجي من بدري يا حبيبي، ايه اللفه دي كلها؟ يا رب بس ما تكونش طالعه. اوكي تحت الحمد لله. يلا بسرعه عايزين ناخد شويه زبيد عشان اتدمشت. دخلت في التراب بتاعي يا جماعه، تخيلوا. كمل كر. اجري بسرعه. استني يا مسمس. شافتنيش؟ هي دخلت في الاوضه ولا لا؟ بره صح؟ يلا حط انجز، اطلع. هات بقى المفتاح. اخيرا. مبروك. انا عايز انزل بقى هي مشت الحمد لله. انصرف يا مفتريه، نازله لي هي برضو. يا كمان عايز انزل للقبو يا جماعه، فخليني افتح هنا. والله حسيت قلت لكم، شغلت دربن. يبقى في الاغلب الحاجه هناك احد، هي في الصاله. يا رب ما تاخد بالها. دي قفشتنا على طول. استني يا مسمس، يلا بسرعه. افتح يا جماعه. I will make sure you're never bothered again. اوكي خلعنا يا جماعه بقى، عقوبه شد حيلها قوي علينا المره دي. احنا ما قلناش غير المفتاح، عايزين نشيل حاجه ثانيه عشان نحدفها بيها والله، عشان ما تستهبلش علينا بعد كده. يلا انا متاكد ان شاء الله نلاقي في حاجات فوق. اهو شفتوا؟ دربن طلع فوق احسن عشان نقدر نشتغل براحتنا. مشيت كويس. فين المفتاح ده؟ المفتاح ده بتاع العربيه. فين بقى نلاقي الحاجه هنا؟ ايوه السلام، تعالي غلبتينا. تمام دلوقتي هنطلع فوق مش عايز اخش عنده تاني. هي فوق صح؟ ما اظنش هي هتشوفني بقى، انا حاطط لك تراب على البوابه يعني انسي.
حلو حلو. لا برن الجرس ليه؟ Who's that stupid bell again? استنى بس بشنا. استنى. أيوة. اجري اجري اجري. اجري اجري كده. اوكي اوكي اوكي. يلا بسرعة 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 بسرعة. ضربت لها الجرس يا جماعة. أحلى مقلب. تعالي افتح 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 افتح. Who dares disturb me at this time? تعال. أحسن. تستاهلي كورناها يا جماعة. وكده كان أقوى مقلب في المدرسة وظبطناه أحلى تظبيطة. يا رب يكون عجبكم مقلب النهاردة. شوفونا جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.